بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يبغي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلمها في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أيها الجمع الطيب الكريم، نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة هذا البشير القرآن الكريم. تلاوة القرآن المباركة يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ في إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم بحرائي مركز التقاليد ومحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. احمد ابو اخو الشيخ محمود معاك نعم نجحت وعسكرت الذين
Thank you.
سنك مولاي عليك عليك يا مولاي شيخ طيب يا سيدنا والله وآتينا Ooh.
Thank you.
Thank you.
وهم اقرأ إسرائيل
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا يا حسين عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ في إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المحب بالقضايا مركز الزقازيق ومحافظة الشرطية. أيها السادة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة.